السلام عليكم. يعني الأول بس أحب أشكر جدا طبعا دكتور محسن، لأن هو شخص الحقيقة أولا زميل دفعة وأخ عزيز، ويعني مجهوده في نشر العلم وفي الـ continuous medical education الحقيقة مثل يحتذى. وكنا بنيجي معايا هنا في بورسعيد في راس البر من ساعة لما كنا في راس الحكمة أو دار الحكمة اللي احنا كنا بنروح فيها هناك، وكنا بنيجي الحقيقة ونبقى سعداء جدا بالتواجد مع حضراتكم، وبنستنى كل سنة ان احنا نيجي ونتقابل معاكم. طبعا الفكرة بتاعت الساشن دي كانت دكتور محمد عزت لما قال لي عليها، الحقيقة يعني حاجة جميلة ومختلفة وجديدة، فكرة ان احنا ناخد البريماتيور برين من الاول للاخر علشان نربط الحاجات مع بعض، لانه هتلاقوني برجع على حاجات دكتور محمد قالها او دكتور هشام قالها. محاضرة دكتور محمد الحقيقة هي a very rough أو tough topic made easy. دكتور هشام طبعا يعني أستاذنا، ويعني اللي هو السهل الممتنع والموست أبديتد في كل حاجة. يعني هحاول أريزيوم كده بحاجة صغيرة على يا ترى كل الإيفنتس اللي احنا اتكلمنا عليها دي، سواء الإم آر آي، سواء بلاش عالي قوي، سواء في الام ار اي او في الباثولوجي او الباثوجينيسيس اللي اتكلم عليها دكتور محمد دكتور هشام، هل انا في ايدي حاجه اقدر اعملها عشان افويد او حتى اقلل الامباكت بتاعه الكلام ده ولا لا؟ I have no conflicts of interest. التارجت بتاعنا من السيشن دي نفهم يعني ايه البريماتيور نيورو بروتكشن، نتكلم هل في كريتيكال بيريود انا مسؤول فيها ان انا اتعامل مع البيبي ده واحافظ عليه، ولا مفيش مشكله اي وقت افكر في النيورو بروتكشن اعمله، وهل في ايفيدنس بيز ستراتيجيز. احنا مش هدفنا نتكلم ايه الترايلز او لا، احنا هدفنا نعرف الخلاصه، يا ترى في ايفيدنس بيز ستراتيجيز انا لو عملتها في اليونت بتاعتي هتفرق معايا ولا لا. والاهم من وجود ايفيدنس بيز ستراتيجيز هي ابليكابل ولا مش ابليكابل بالنسبه لي، انا ممكن يبقى في حاجه جميله قوي وانا مش عارف اعملها. وناخد هنت بسيطة على الفيوتشر تولز اللي موجودة في الموضوع ده. طيب احنا عارفين انه الانفنتس بورن عند 32 اسبوع او اقل they are at higher risk for intracranial ischemic and hemorrhagic injuries which often occur in the first 72 hours post birth. ال first 72 hours دول واوقات بنكستند الاول خمس ايام، هي دي critical window زي الويندو بتاعتنا بتاعت الهايبوكسيك اسكاميك اللي هي بنتكلم فيها ست ساعات. This is a critical window، وهو ده اكتر وقت الاكيوت بري تيرم عنده ريسك للبرين انجري. 95% من الاي في اتش والبارانكما ليجنز اوكر او ار ديتكتد باي داي 5 زي ما شفنا مع دكتور محمد دكتور هشام. الابروتشز بقى ازاي انا اقدر ابريفنت الاي في اتش او البيريفنتريكل ريكوماليشيا في الكريتيكال بيريود دي، هو ده الكونسبت بتاع البريماتيور نيورو بروتكشن. احنا بتبقى همنا اللنج تتفرد، همنا نرضع، همنا تي بي ان، وناسين ان كل ده المفروض بيخدم في الاخر على البرين، ان انا يعني المنتج بتاعي في الاخر يكون طفل ان شاء الله سليم وصحيح ومعافى. طبعا كل الستارز دي عباره عن استراتيجيز موجوده، بس احنا الحقيقه التارجت بتاعنا زي ما اتفقنا الايفيدنس بيست. عملنا سيرش كتير قوي في الموضوع ده والكلام عليه كتير قوي، بس الحقيقه في بيبر احب انكم كلكم تشوفوها، انا خدت منها حاجات وطبعا زودت من حاجات تانية، اللي هي الكنديان بيدياتريك سوسايتي عامله بوزيشن ستيتمنت عن النيورو بروتكشن فروم اكيوت برين انجري ان بريترم انفنتس، منشوره في 2019 وابديتد مارس اللي فات 22. هم الحقيقه عملوا يعني افورت رهيب جدا فيها، عملوا ابروتشنج لحوالي 5000 ريفرنس في الميثودز بتاعتهم، وخدوا منهم 195 ارتكل، منهم 12 كمان كوكرين ريفيو، ومن ده طلعوا الايفيدنس بيزد يعني ريكومنديشنز بالليفلز بتاعتنا، وكمان عملوها بصيغه الريكومنديشنز بنفس الفورمات بتاعه شكل. اللي اشتغل في عمايل جايد لاينز يفهم ان الكلام ده قد ايه صعب وقد ايه ديفيكولت وقد ايه بياخد تايم وافورت وميتنجز، ويعني حاجه في غايه الصعوبه الحقيقه. ده الافيدنس بيزد استراتيجي اللي هم كانوا عاملينها. نفكر بعض وكلنا عارفين الكلام ده، انه اعلى حاجه في الافيدنس بيزد هي السيستماتيك ريفيو زي ما دكتور هشام قال، واقل حاجه بالنسبه لنا هي الاكسبرت اوبينيون اللي هي بيقولوا عليها يعني الكونسنسس اللي المكان ماشي بيه. ده عشان نفتكر بس لما نقول الريكومنديشن هي الباور بتاعتها ايه. طيب نبتدي باول استراتيجي. لو انا عندي البيبي ده عنده البريماتيور بيبي ده عنده كاريو امينيتس وبريماتيور رابتشر اوف ميمبرين،
The Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada, they are recommending penicillin ومكرولايدز أو مكرولايد لوحده لو الأم دي allergic للبنسلين to any mother presenting with premature rupture of membrane and expected to deliver 32 أسبوع أو أقل. Any mother. This empiric regimen offers coverage against group B streptococcus and may help to prolong the pregnancy and reduce morbidity for the mother and the newborn. Grade A recommendation is highest grade. Level 1A معناها انه ما ينفعش ما عملوش. دي اول حاجة ومفروض ان دي حاجة سهلة. كلنا نقدر نعملها هي شغلة الأوبستريشن. طيب البيبي ده اتولد. يعني هو دلوقتي اتولد 32 أسبوع or less للأم اللي كان عندها كاريوامينيتس confirmed أو premature rupture of membrane. This baby should be carefully examined. لازم يتاخد منه blood culture. And should be started on empiric antibiotics. وبنكمل بعد كده لما تطلع البلاد كالتشر بتاعته اف نيجاتيف اللي هي المفروض عند 48 ساعه احنا طبعا بيتعملها سب كالتشر لحد اسبوع عند 48 ساعه اف كالتشر از نيجاتيف اي كان ويذرو الانتي بايوتكس. ده شغلتي انا بقى. يبقى انا البيبي ده بسحب له بلاد كالتشر وبعمله بديله انتي بايوتكس 48 ساعه الكالتشر از نيجاتيف. طبعا لو باكتك هيبقى افضل كتير لان هي تبقى فعلا كده نيجاتيف. في الحاله دي اي ستوب الانتي بايوتكس. خلينا نعرف ان duration of rupture of membranes for longer than 72 hours is also an independent risk factor for IVH or intraparenchymal hemorrhage. البيبي ده انا هتابعه اكتر من غيره، هبقى عيني عليه قوي وهعمل sequentially ultrasound زي ما دكتور هشام قال. طيب دي اول بوينت. Antenatal corticosteroids كلنا عارفين انه الكورتيكوستيرويدز بياخدوها الامهات during pregnancy علشان يحسنوا maturation of the lung. هي الحقيقه ان الكورتيكوستيرويدز accelerate organ system maturity، بيبقى التارجت بتاعهم دايما اللنج وبالتالي الهارت والهيموداينامك سيستم بتاعتهم. اهم حاجه الكورتيكوستيرويدز بتعملها انها بتعمل فازو كونستريكشن في الفيتال برين، وهي دي المين اللي بتبروتكت اجينست البرين انجري. في كوكرين ميتا اناليسز انكلودنج حوالي 16 ستادي وحوالي 6000 بارتيسيبنت هاز ديمونستريتد ذات تريتمنت ويز انتينيتال كورتيكوستيرويدز از اسوشيتد ويز ريدكشن اوف نيونيتال موربيديتيز اند مورتاليتي انكلودنج الاي في اتش. الحقيقه ان مش بس اعطاء الكورتيكوستيرويد مهم، التايمنج اللي ادينا فيها اخر دوز من الكورتيكوستيرويدز قبل الولاده مهمه جدا، بدرجه انه لو انا اديت اخر دوز من الكورتيكوستيرويدز 48 ساعه او اكتر قبل الولادة بتدي protection للبرين انجري أحسن كتير significantly من لو أن آخر جرعة كانت أقل من 24 ساعة من الولادة. الكلام ده يخلينا نطلع بالrecommendation إنه routinely administering antenatal corticosteroids within 7 days to all mothers expected to deliver a preterm baby 34 أسبوع أو أقل is recommended with the optimal interval being greater than 48 hours between the last dose and labor. ودي برضو level of evidence 1E. طب يا ترى نوع معين من الكورتيكوستيرويدز؟ الحقيقه في راندمايزد دبل بلايند ترايل كان في حوالي 1500 فيتس عملت كومباريزون بين الدكساميثازون والبيتاميثازون ولقوا انه ما فيش ديفرنس في النيوروسنسوري ديسابيلتي للبيبيز عند سن سنتين. كمان في 2021 ميتا اناليسز لحوالي 45 ترايل فيها حوالي 11000 وومن اند ذير بيبيز فاوند نو ديفرنس ما بين الدكسا والبيتاميثازون على النيونيتال داث على النيورو ديفلوبمنتال ديسابيلتي الاي في اتش والبيرث ويت. يبقى بالنسبة لنا كنيورو بروتكشن مش مشكلة مين فيهم. يعني كلمة أخيرة على الكورتيكوستيرويدز الأنتينيتل عشان بس نبقى عارفين إنه في ستاديز على الفيتال شيب لقوا إنه there is a potential for antenatal corticosteroids to have adverse effects on a small subset of preterm babies اللي هيتعرضوا لهايبوكسيا بعد ما خدوا الاستيرويد سواء نيوترو أو بعد الولادة. الجزء ده هل يخوفنا من الكورتيكوستيرويدز؟ الحقيقه لا، لان we must bear in mind that the occurrence of acute asphyxia in a fetus after administration of antenatal corticosteroids is never anticipated and never preventable. في حين ان الشورت تيرم بنفيتس اوف antenatal corticosteroids in general well established، فكاننا ما سمعناش حاجه. يعني هنكمل على نفس الريكومنديشن اللي احنا قلنا عليها. الحاجة الثالثة المغنيسيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت بتيجي سيرته كتير قوي الأيام دي في النيورو بروتكشن في الهايبوكسيك اسكيميك للبيبي نفسه وهكذا. محتاجين نعرف إن المغنيسيوم has several intracellular actions منها anti inflammatory effects بتinhibit الانفلكس اوف كالسيوم كمان في السيلز. في ميتا أناليسيز اتعملت كوكرين ريفيو كمان ميتا أناليسيز على 5 randomized control trials demonstrated that antenatal magnesium sulfate effectively decreases risk for CP and for composite outcomes of death or CP. بس الحقيقه ما فيش اي sufficient data تقول لي هل كورس واحد ولا repeated course، وحتى الدوز يعني لسه مش متاكدين.
طيب معنى كده ان الكارنت ريكومنديشن بالنسبه لنا is to consider magnesium sulfate for all women experiencing imminent preterm delivery 33 اسبوع او اقل وليفل اوف ايفيدنس از 1A. يعني احنا مش بنتكلم في ترايل، احنا بنتكلم دلوقتي في ريكومنديشن فعلا للماغنيسيوم سلفيت كنيورو بروتكتيف للامهات اللي هتولد بريماتشور اقل من 34 اسبوع. دي كانت كوكران ريفيو اتعملت على الديفرنت دوزنج ريجيمن اللي استخدمت في الماغنيسيوم سلفيت، والحقيقه انهم الكونكلوجن بتاعتهم كانت ان رغم السترونج ايفيدنس ذات سبورتس انتي نيتال ماغنيسيوم سلفيت فور نيورو بروتكشن اوف ذا بريترم بيبي، مفيش trials comparing different treatment regimens has been completed، وبالتالي هم مش قادرين ياخدوا decision في موضوع الدوز. بس الحقيقة في زي ميتا أنا أو يعني systematic review اتعمل التاني في 2016، وكانت بتقول إنه هم استخدموا computer based midline وcochrane library وrecommendations بتاعت scientific societies كتير، وقالوا إنه it is recommended to administer magnesium sulfate to the woman at high risk of imminent preterm labor قبل 32 أسبوع whether expected or planned. ودي grade A recommendation، احنا فاهمين ده وقايلينه من ال recommendation الأولانية. هم كمان اقترحوا الدوز 4 جرام IV loading followed by maintenance 1 جرام per hour، بس دي professional consensus اللي هي grade 5 اللي هي expert opinion اللي قلنا مش بناخد عليها قوي. طب هل في رول للبوست نيزل بقى magnesium في preterm كنيورو بروتكتيف؟ الحقيقة لا، المغنيسيوم رول بتاعه نيورو بروتكشن في الانتي نيتال في البريماتور. قصه البوست نيتال مغنيسيوم سلفيت مع الهايبوكسيك اسكيميك مش معانا احنا هنا خالص. طيب ندخل على المود اوف ديليفري. هل فكره ان انا اولد البيبي البريماتور سكشن انا كده بحميه او بحفظه او دي حاجه كويسه ولا لا؟ There is no evidence that routine section confers protective benefit over vaginal delivery for preterm infants at risk for mortality or IVH including the intraparenchymal lesion كمان. Except if they are in breech position أو mal position. لو هو breech أو عنده mal position it is recommended فعلا للسكشن. It's possible that urgency of delivery entails higher risk للbrain injury than the mode of delivery. There is insufficient evidence of the benefits or harms of immediate versus deferred delivery to recommend optimal timing للdelivery. And there is also insufficient evidence to recommend routine section for women in preterm labor unless again the fetus is mal presenting level of evidence is 2B. طيب الامبيليكال كورد كلامبينج والديلاينج والميلكينج. كورد كلامبينج ات ديليفري تيرمينيتس بلاسنتال ترانسفيوجن اند ديكريزز ذا بيرفيوجن تو نيو بورنز اورجانز. في كوكرين سيستماتيك ريفيو لقى انه ديلاينج ذا كورد كلامبينج لحد 180 ثانيه يعني 3 دقائق واز اسوشييتد وذ لس اكيوت برين انجري اوفرول بات نوت وذ ريدوسينج انترا بارينكيمال ليجنز اور سيفير اي في اتش سبيسيفيكلي. الحقيقة إنه delayed cord clamping appears to protect against motor disabilities later in life. في systematic reviews تانية لقوا إنه delayed cord clamping أو cord milking ده أو ده when compared with immediate cord clamping reduces the overall risk for acute brain injury. هو أنا ليه بتكلم على الميلكينج؟ عشان الميلكينج بيسمح لي إن أنا أدي البنفيتس بتاعة delayed clamping من غير ما أخر الانفانت resuscitation اللي أنا محتاجها. Meta-analysis comparing immediate cord clamping with cord milking found that infants whose cords were milked had a lower incidence of acute brain injury overall. طب الrecommendation بتاعتنا ايه؟ الخلاصة. All infants who do not need immediate resuscitation should receive delayed cord clamping 60 ل 120 يعني من دقيقة لدقيقتين. The level of evidence 1A. Delayed cord clamping is preferred على ال cord milking ليه؟ مش عشان مضر، هو ما كانش منه adverse effects لو اتعمل صح، بس عشان الـ studies assessing the impact of cord milking are few and techniques are variable and there have been no follow-up studies. عشان كده بس. ده بالنسبة للكنديين. بالنسبة للأمريكان نفس الكلام. They recommend a delay in umbilical cord clamping for at least 30 ل 60 at least after birth in vigorous term and preterm infants. يعني مش محتاج resuscitation. And this has been endorsed by the American Academy of Pediatrics. طب هايبوثيرميا، طبعا مش المقصود هنا هايبوثيرميا، مقصود ان انا احافظ على التمبريتشر بتاعه البريترم. كلنا عارفين قد ايه التمبريتشر لوس لو حصلت او هايبوثيرميا لو حصلت لبيبي بريماتور ده بيعمل له هارمز عنيفه. They are at high risk for rapid heat loss for cold stress. Cold stress can accelerate oxygen consumption and impair resuscitation and hypothermia has been associated with increased risk for acute brain injury and death. في systematic review demonstrated that
Preterm infants experienced less hypothermia upon admission to the NICU. لو في الريساسيتيشن استخدمنا البوليإثيلين راب أو الباج اللي المفروض تبقى موجودة whenever أنا عارف إن أنا هستقبل بيبي preterm. Recommended measures تانية في الستاديز التمبريتشر في الدليفري روم لازم تكون من 25 ل 26 دي طبعا الخناقة مع دكاترة النساء دايما لازم الريساسيتير أو السيرفو اللي أنا هستخدم عليه اللي أنا هستقبل عليه البيبي يكون preheated مش أشغله وأنا بعد ما استلمت البيبي ويكون فيه طبعا تمبريتشر سنسور ثيرمال ماتريس بتفرق جدا أحط هات على الإنفنت ودي بقت في الجايد لاينز بتاعة الأنالأس وبتاعة كمان الان ار بي and providing a preheated transport incubator. كل الكلام ده لازم أراعيه مع البيبي البريماتيور علشان نحافظ على التمبريتشر بتاعته اللي هي لو مش متحافظ عليها أو دخل في هايبوثيرميا هيدخل في برين إنجري والليفل أوف إيفيدنس بتاعتنا 1A. طب الحاجات دي كلها احنا متفقين عليها. ندخل بقى في الديبيتس الإينوتروبس والهايبوتنشن. احنا يعني للأسف we don't have a consistent definition of hypotension في البريتيرم and we don't have a standardized approach to managing this condition in preterm infants. The common definition اللي كلنا غالبا بنمشي عليها غير الجداول هي ان hypotension means a mean arterial blood pressure less than the infant's gestational age or less than 30 for two consecutive measures. الحقيقة الكلام اللي هنقوله دلوقتي احنا دايما كلنا واحنا بنتعامل مع بيبي بريماتور بنخاف جدا من الضغط يقع لحسن البرفيوجن اوف ذا برين تبقى مش كويسة فبنبقى ايجر قوي ان يتحط انوتروب او يتحط فازوبريسوس عشان احافظ على الضغط عشان احافظ على البرفيوجن اوف ذا برين. الكلام اللي هنقوله دلوقتي هيغير الكونسيبت ده. الحقيقة انه multiple studies have associated the use of vasopressors to treat hypotension in preterm infants with developing IVH and other brain injuries. وده يمشي مع الكلام اللي احنا سمعناه في الباثوجينيسيس مع الدكتور محمد من انه الفاريابيليتي بتاعه البلاد فلو بتفرق جدا في حدوث البليدنج. كمان يعني ده بتكلم هنا على الفازوبريسورز كمان the use of inotropes has been clearly associated with mortality and brain injury in this at high risk group with potential lasting effect على motor development when assessed at 20 months corrected age. اكتر من كده في ستادي اتعملت بتشوف يا ترى السيريبرال بلاد فلو بيفرق في البريتيرم اللي عنده هايبوتنشن دوكيومنتد من البريتيرم اللي ما عندوش هايبوتنشن لا مش فارق يعني هو عنده رينج محترم للسيريبرال اوتو ريجوليشن عنده يعني انا مش المفروض ابقى ايجر ان انا احط انوتروبس او فازوبريسرز ما هو برضو الكلام ده ما يتاخدش كده المفروض اعرف احط امتى وما احطش امتى. طيب في كوكرين ريفيو تاني لا انه there is no evidence for the routine use of volume expansion in preterm infants without cardiovascular compromise and insufficient evidence that infants with cardiovascular compromise might benefit from volume expansion when outcomes such as severe disability او CP او mortality were reviewed. يعني الكونسبت العام اللي دايما بنلاقيه في المحاضن بتاعتنا ان البريترم اللي عنده سنه هايبوتنشن بسيطه ادي فوليوم اكسباندر this is not right. فكرة ان انا لو الاي بي جي بتاعت البيبي البري تيرم البي اتش نورمال بس انا عندي شوية دايز زايدة شوية فمضايقاني وعاملة سي اوتووش this is مش مظبوط ان انا في ساعتها في احنا بنلاقي كده في ساعتها النايب بيروح حاطط دوبي تراكس على 7 حط حاجة يعني معتبر ان هو كده حط حاجة بسيطة جدا actually الدروباك بتاعت ده هي الاي بي جي بتتحسن على فكرة بس هو فوق ما تحسنش هو فوق الضر مش استفاد. طب امال نعمل ايه؟ Because the use of inotropes is a significant risk factor for acute brain injury, the care provider should be cautious when treating hypotension in premature infant. Indications to consider inotropes should include مش بس الهايبوتنشن ده لازم يبقى عندي معاها prolonged capillary refill, decreased urine output, elevated lactate, والحاجة المهمة اللي بقت عندنا كلنا الإيكو كارديوغرافي الفانكشنال إيكو اللي بقول الحمد لله كتير جدا من الجونيور ستافز بتوعنا بيعملوها بيت سايت للعيانين بتوعنا في محاضننا هتفرق جدا لما تشوف الفوليوم ستاتس بتاعت العيان ده عامل ازاي بتفرق معانا جدا في الديسيجن. حاجة مهمة تانية ان في بوتنشال ايتروجينيك ريزنز للهايبوتنشن زي هايبر انفليشن زي دي هايدريشن الكلام ده شود بي رولد اوت قبل ما تحط روحات للعيان الانوتروب او الفازوبريسور. Therefore, a chest X-ray and slowly infused fluid bolus before initiating the inotropes should be considered. بس بنتكلم هنا على fluid bolus واحدة بس. رغم كل اللي احنا حكيناه ده, the level of evidence بتاعنا 5, اللي هي أقل level of evidence. بس يعني ده اللي اجتهدنا ولقيناه. طيب, debate تانية. Prophylactic endomethalin and ibuprofen. Preterm neonates عندهم لو عنده hemodynamically significant PDA they have an increased risk for acute brain injury كلنا عارفين ده بس كلنا كمان عارفين ان treatment with cyclooxygenase inhibitors ليهم significant side effects
مش بس على رينال سيستم، كلنا شفنا مع البروفين او مع الاندوميتريسن جي اي تي بليدنج، كلنا شفنا جاسترايتس عنيفه، والحقيقه انا شفت كمان بيرفوريشن. في كوكرين ريفيو اسيسنج ذا افكتس اوف بروفيلاكتيك اندوميتريسن ان بريترم انفانتس فاوند ا سيجنيفيكانت ريدكشن ان اي في اتش including severe IVH with ventricular megaly and intraparenchymal lesions. كويس جدا. However, there were no long-term neurodevelopmental benefits observed عند 18 شهر. And follow-up study results didn't support the use of indometazine as a treatment that improved long-term outcome. في Cochrane review تاني about the proven لقوا انه احنا على اعتبار انه بيدي better side effect، بس this study found no difference في IVH او mortality بين الناس اللي خدوا proven واللي ما خدوش. طيب وصلنا لايه؟ ايه الخلاصة؟ Because many PDAs often close spontaneously and the potential for side effects from cyclooxygen inhibitors are significant, prophylactic use of indometazine or ibuprofen should be target-based. Should be targeted, targeted لكل عيان based on combined risk factors. مش بس أنا لقيت دكت فأنا بقفله، أنا I have to consider the gestational age، لأن البيبي اللي عنده دكت هو 30 أسبوع غير اللي عنده 28 أسبوع. Exposure to antenatal steroids and birth site ودي level of evidence 1A. طيب hypercapnia أو hypocapnia والventilation، الكلام اللي كنا برضو من دكتور محمد قاله في الأول على الـ CO2 variability والمود of ventilation اللي لقوها أول ما دخلوا الventilation الintracranial hemorrhage زادت جدا الانسنس بتاعتها. الحقيقة الـ PCO2 بالنسبة لنا في البريترم بالذات هو as important as الـ PO2، مش مهم قوي إن أو يعني مش مهم بس إن أنا أبقى محافظ على الساتوريشن، مهم كمان أبقى محافظ على الـ PCO2 بتاعي مظبوط. الـ CO2 is a very important cerebral vasodilator. Hypercapnia اللي هي CO2 أكتر من 60 is a risk factor for acute brain injury in extremely low birth weight that may impair cerebral autoregulation and cause vasodilation. كمان rising PCO2 levels appear to be a dose-dependent predictor for IVH. كل ما تلاقي العين بتاعك accumulating CO2 توقع أنه هو he will develop IVH. طب ومال إير permissive hypercapnia اللي احنا كلنا بنعملها اللي احنا بنقول انها it protects the bronchopul- against bronchopulmonary dysplasia في preterm babies و lung injury، احنا بنتكلم هنا في level of PCO2 من 35 ل 55 and it is safe. Various randomized control trials have evaluated infants managed with permissive hypercapnia يعني من 45 ل 55 and with PCO2 levels above the typical hypercapnia اللي هي وصلت لحد 60-65 compared مع normocapnia. Authors found no difference in the incidence of severe IVH with ventricular megaly, intraparenchymal lesions, or long-term neurodevelopmental outcome. إنما الإكستريمز هي اللي بتفرق. يعني median CO2 level higher than 72 or lower than 32 were both independently associated with acute brain injury. طب نوصل لإيه؟ الـ recommendation. Both extreme hypercapnia above 60 and hypocapnia أقل من 35 appear to cause brain injury and should be avoided. Monitoring PCO2 via blood gas or transcutaneous or end-tidal CO2 is recommended for infants born 32 weeks or less with the goal of achieving PCO2 levels 45 ل 55 خاصة في أول 72 ساعة اللي قلنا عليهم critical period. نخلي بالنا إنه كتير من نوابنا ممكن مهمة في المحضن لما يلاقي CO2 بتاعه 29 مثلا وشايف الاي بي جي ماشي تمام ما فيش مشكلة والعيان كويس ومش متضايق مش مقدر حجم البروبلم اللي هو فيها. It's an emergency زيها بالظبط لما الاقي CO2 60 مش المفروض CO2 يقل عن ال 35 بأي شكل من الأشكال. طيب بالنسبة للفنتيليشن الحقيقة the best mode هو ال volume target ventilation. It has been associated with lower odds of severe IVH compared لل pressure limited ventilation. So whenever possible لو عندي في المحضن بتاعي volume target ventilation should be used in premature infants especially in the first 72 hours post delivery. آخر حاجة في recommendations هي head positioning. إحنا عارفين إن routine care of the preterm infant في أول 72 ساعة post delivery can affect cerebral blood flow. وبالتالي maintaining neutral head position هيقلل لي الجوجلر venous obstruction وهي يعني الإبسيلاترال venous congestion كمان هتتحسن وبالتالي هيقلل الـ IVH. الكلام ده logic. يعني أنا لما أخلي الهيد ميدلاين أحسن ما أخليها يمين أو شمال. ده الكلام ده logic. الحقيقة إن clinical trials اللي درست الموضوع ده أغلبها ما كانتش randomized وبالتالي ما عندناش recommendation للقصة دي. وبالعكس في studies قالت إنه ما فرقتش كتير إنه لو يعني مثلا الستادي دي كان Cochrane review لقوا إن في decreased intracranial pressure when the head was midline and elevated بس ما كانش في significant difference وإحنا zero position أو 90. طب recommendation إيه؟ Based on infant physiology and the relative ease of implementing this practice هي حاجة سهلة مش هتتعبني في حاجة ومنطقية because fluctuations in intracranial pressure may increase risk for acute brain injury
فبالتالي consideration should be given to keeping the infant's head midline or neutral, neutral مع التورسو and the head of the bed elevated 30 درجة. وعشان طبعا ما فيش randomized control trials كويسة فالlevel of evidence 5. طيب يا ترى الترانسبورت بتاعة البيبي البريترم بالنسبة لنا حاجة من الحاجات اللي بتزود البرين انجري ولا عادي ولا بتقلل؟ طبعا احنا يعني زي ما دكتور محمد قال the best transport of the preterm baby is intrauterine. ان مامته اللي تروح تولد في مكان تيرشري هوسبيتال والاكويبت. لانه ريسيرشز في الموضوع ده انا حتى لو هم بيقولوا ان ما فيش مشكله انا ما اقدرش اسمع يعني ما اقدرش اسمع كلامهم. الترانسبورت بره ده في ترانسبورت تيم مسؤول عن الترانسبورت بجايد لاينز معينه ده مش موجود عندي. فذا بيست اجين ذا بيست تو ديليفر ا بيبي هو ان يوترو. حتى هم بكل البريكوشنز اللي عندهم دي كانت كنديان ترانسبورت تو تيرشري سنتر should occur in utero مع الأم when it is seemed unsafe. الأم مش ممكن خلاص يعني هي لازم تولد. في الحالة دي they recommend antenatal corticosteroids neuroprotective measures أثناء الترانسفير. الانفايرومنت نفسه بتاع الحضانة مهم ولا مش مهم؟ هيفرق ولا لا؟ الحقيقة إنه الانفايرومنت that encourages skin to skin contact, maternal voice exposure and interaction, light cycling and low general noise level is crucial for optimal brain growth. والdevelopmental care strategies هتحسن جدا البينفل بروسيديرز, هتقلل use of opioids اللي كنا سمعناها مع دكتور محمد حسين امبارح, وهتفرق جدا في neurodevelopmental outcome. الحاجة الأخيرة المهمة هي good nutrition, لأن البرين is part of the body. Good nutrition بgood TPN sufficient للبيبي من أول يوم together مع الانترال nutrition is very important. طيب إحنا كده خلصنا recommendations. يا ترى الحاجات اللي إحنا حكيناها دي effective وapplicable ولا لا؟ الحقيقة أنا دورت على مين عمل حاجة زي دي, لقيت إن في البيبر دي منشورة في 2020 عن السنتر ده they adopted a neuroprotective care bundle وشافوا الإفكت بتاعها. هم عملوا ايه؟ عملوا حاجات بسيطه جدا على فكره. They implemented a neuroprotection care bundle consisting of combination of minimal handling, midline head position, delayed cord clamping وبروتوكول للهيمودايناميكس وريسبيراتوري سبورت. والحقيقه الناس لقوا يعني نتائج هايله. لقوا انه كل في significant reduction في الacute brain injury risk factors. يعني الانوتروبس اللي كانوا بيستخدموها 24% بقوا بيستخدموها 7% بسيجنيفيكانت بي فاليو. الفلويد بولسز اللي كان 37% من البيبيز بياخدوها بقوا 19 بسيجنيفيكانت بي فاليو. النيوموثوركس من 5% نزلت ل 2% بسيجنيفيكانت بي فاليو. الاوبيويد يوز قلت من 19 ل 7% بسيجنيفيكانت بي فاليو. يبقى الكلام ده بيقول لي انه لو انا عايز اعمل ده اتس فيزيبل اند افكتيف. هم ما عملوش حاجه غريبه على فكره, عملوا حاجات كلنا نقدر نعملها. اخر حاجه هنقولها بس سريعا, ايه الفيوتشر كونسبتس بتاعتنا؟ ايه البوتنشال ثيرابيز اللي لسه ما هياش ايفيدنس بيس بس اندر ترايلز؟ هنعدي عليها بسرعه. ريكومبيننت اريثروبويتين عليه ريسيرشز كتير, بس الحقيقه اللي معلم عليها دي هي بالنسبه لي الموست امبورتنت لانها منشوره 2020 في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن وكانت راندمايز دبل بلايند ترايل. They didn't find الحقيقه effect او reduced risk للsevere developmental impairment عند سنتين. الهايبوثيرميا المقصوده هنا هي الثيرابيوتيك هايبوثيرميا لو البريترم بيبي ده اتعرض لهايبوكسيا بوست نيتال او بيرينيتال. والحقيقه انها الاثنين دول كانوا ريتروسبكتيف ستاديز واتعملوا على بيبيز بريترم بس هايبوكسيك اسكيميك. طبعا جستيشنال ايج بنتكلم في 34 و35 ما نزلوش اقل من كده وكلهم نتائجهم ما كانتش كويس. ولكن في ترايل دلوقتي ongoing وريجسترد على clinicaltrial.gov اسمها the premie hypothermia for neonatal encephalopathy trial. دي شغالة دلوقتي. They are investigating the use of mild therapeutic hypothermia. خلوا بالكم احنا 33 ل 34 دي اسمها moderate hypothermia بتاعت ال HIE. هنا بنتكلم في اعلى من كده. وpreterm babies 33 ل 35 اسبوع برضو ما خدهمش صغيرين لما تعرضوا ل perinatal hypoxia وجالهم انكفالوباثي من الهايبوكسيا في اول 6 ساعات من العمر. دي ترايل طبعا لسه شغال. سيل بيس ثيرابي طبعا دي من الحاجات اللي هم يعني اللاعبين الاساسيين في كل الديزيزز دلوقتي بس كلها ترايلز. ميلاتونين الحقيقه هو لاعب رئيسي في النيوناتولوجي حاليا. اولا هو دراج سيف لانه بنديه اوكي. ثانيا شيب افيلبل, اتجرب في الشق, اتجرب في حاجات كتيره في النيوناتال في السابسز وكان له نتائج.
بس لحد دلوقتي مش ريكومندد. لحد دلوقتي احنا في بريكلينيكال ستاديز بالنسبه للبريماتور نيورو بروتكشن هو انتي اوكسيدنت وانتي انفلاماتوري وانتي ابوبتوتيك، وكل الحاجات دي هي بتدخل في الباثوجينيسيس اللي احنا سمعناه. اتعمل طبعا في الاتش اي اي بس مش ده مشكلتنا. في دلوقتي حاليا ترايل اون جوينج وريجسترد برضو اللي هي الاورال ميلاتونين از نيو تول فور نيورو بروتكشن بريتيرم نيو بونز. ده البروتوكول، هم حاطين ستادي بروتوكول بتاعتهم ولسه شغالين، فهنشوف طبعا ايه النتائج بتاعتهم. فيتامين دي سبلمنتيشن اللي بيتكلموا عليه كنيورو بروتكشن مش الفيتامين دي العادي بتاعنا، ده الاكتيف فورم اوف فيتامين دي اللي هو 125 داي هيدروكسي فيتامين دي اللي يتاخد للبيبي مش للام. اخر حاجه هنقولها الكافيين. الكافيين الحقيقه هو بالنسبه لنا في النيوناتولوجي حاجه زي الجوكر كده. الكافيين انكيفالوباثي، يعني في خليني اقول في ريفيو ارتكل اتعمل سيستماتيك ريفيو على الكافيين في البريتيرمز، وبدا من اول الكاب ترايل. الكاب ترايل اللي كانت معموله عشان الابني اوف بريماتوريتي لقوا معاها ان الكافيين بيعمل نيورو ديفلوبمنتال بنفيتس في الايرلي ستيجز اوف ديفلوبمنت، ولما كملوا الاستادي بتاعتهم ليه عند 18 21 شهر لقوا انها فعلا بتقلل الانسنس اوف سي بي. عند 5 سنين ما لقوش سيجنيفيكانت ديفرنس، بس عند 11 ل 12 سنه لقوا ان الموتور امبيرمنت كان اقل ان ريليشن تو كافيين تريتمنت. الام ار اي الكافيين كان ريديوس ذا وايت ماتر دامج as it and improves white matter development في البريتيرمز. الاستادي دي الحقيقه كان يعني رساله عملت عندنا في الدمرداش، كانت مع دكتور سحر حسنين and myself، وكنا نشرينها. كنا بنعمل كافيين عادي خالص للبيبيز اللي هم اللي عندهم ابني اوف بريماتوريتي، والحقيقه كانت الهدف بتاع، وكنا بنعملهم اي جي امبليتيود كونفنشنال، كان الهدف بتاعنا نطمن انها مش هتزود السجر اكتيفيتي. فلقينا انها مش بس ما زودتش السجر اكتيفيتي، دي كمان حسنت الكورتيكال ماتوريشن، ده بالامبليتيود اي جي وبالكونفنشنال اي جي، which means انها فعلا يعني لو هنسبوت على حاجتين اساسيين في الفيوتشر هيبقى الكافيين والميلاتونين. طيب التيك هوم مسجز، هناخد الحاجات اللي هي فعلا لازم نعملها. وجود بريماتيور رابتشر اوف ممبرين اند اكسبكتنج تو ديليفر ان انفنت 32 اسبوع او اقل بنسلين ماكرولايتس. البيبي اللي اقل من 34 اسبوع وريسك انها هتولد في خلال السبعة ايام اللي بعد كده انتي نيتال كورتيكوستيرويدز. مغنيسيوم سلفيت فور مادرز ات ريسك فور ايمينن ديليفري اقل من او 34 اسبوع في ال 24 ساعه اللي بعد الكونتراكشنز. ديلايد كورد كلامبنج شود بي اوفرد فور اول بريترم انفانتس نوت ان نيد فور ايميديت ريساسيتيشن. اول بريكوشنز تو بريفنت هايپوثيرميا شود بي يوزد. سي او 2 من 45 ل 55 وذ ماكسيمم اوف 60. فوليوم تارجت فنتيليشن از ذا مود اوف تشويس بالنسبه لكل البريترم بيبيز في اول 72 ساعه. اخر حاجه بما ان احنا بنتكلم عن نيورو بروتكشن، بعمل بس اناونسمنت ان شاء الله الخميس والجمعه اللي جايين ده الكونفرنس بتاعنا باذن الله بتاعه عين شمس سوسايتي فور نيونيتال كير اند كونتينوس ميديكال ايديوكيشن، واللي جنبها ده ورك شوب عشان النيورو بروتكشن للاتش اي بيبيز الكولينج، ده يوم الثلاثاء ان شاء الله. شكرا جزيلا. ممكن تشيل بقى وانا بس لحد ما دكتور محمد يجهز البرزنتيشن بتاعته. دكتور هشام بس مضطر يستأذن عشان عنده ارتباطات في المواعيد، احنا طبعا متأخرين اكتر من نص ساعة. كنت بس عايز اعلق بس على حاجة في الاجزاء اللي تالت، وانا ودكتور هشام قاعدين كده بنتكلم. من الحاجات اللي يمكن مش محطوطه في الجايدلاين ريكومنديشنز، بس هي من الايتيمز برضو اللي بعض الناس بتحطها في البندل فور نيورو بروتكشن سبيسيفيكلي فور اي في اتش، يعني انت عشان تقلل اي في اتش افويدنج انتيبيشن ايرلي ان لايف. الانتيبيشن في حد ذاته يعتبر ريسك فاكتور، ولو هتعمل انتيبيشن البين از فيري امبورتنت فاكتور لينكد للاي في اتش، فانك تستخدم الانالجيزيا مع الانتيبيشن ده حاجه مهمه جدا جدا برضو كجزء من نيورو بروتكشن. دكتور محمد